المتحدث الاقتصادي من سودان 24، أهلا ومرحبا بكم. ناقشت وزارة المالية والحكومة الفرنسية ترتيبات مؤتمر باريس لإعفاء ديون السودان والمزمع عقده في مايو المقبل، وبحثت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي خلال اجتماع مع المبعوث الفرنسي جان ميشيل دوموند أجندة المؤتمر التي تهدف إلى إعفاء ديون السودان وفتح الباب أمام المستثمرين الدوليين للدخول في مجال الاستثمار في السودان. وحدد الاجتماع 4 قطاعات أساسية للعمل فيها، وهي القطاع الزراعي والقطاع الصناعي وقطاع الطاقة والتعدين، إضافة إلى قطاع البنيات الأساسية. أكدت وزيرة المالية أهمية المؤتمر للسودان، كما أشارت إلى أن التحضير للمؤتمر يجري بصورة جيدة، وذلك لإنجاحه. وقعت حكومتا ولايتي شمال وجنوب دارفور مذكرة تفاهم لإحكام التنسيق المشترك بشأن تحصيل الإيرادات المالية ومعالجة بطء الإجراءات التي تعيق حركة انسياب الشاحنات وتفادي الازدواج في التحصيل. تضمنت مذكرة التفاهم إلزام المحليات بتنفيذ أوامر التحصيل المحلية في حدودها الجغرافية والتنسيق بين مديري الضرائب للتعامل بالمفتاح الضريبي للمانيفستو وإيقاف كل أنواع التحصيل غير المقننة من أي جهة كانت، والتقيد بنظام التحصيل الإلكتروني مع التواصل المستمر بين الإدارات الإيرادية والتنسيق بين الأجهزة الرقابية بين الولايتين بخاصة داخل النقاط الحدودية ونقاط العبور، إضافة إلى إشراك ديوان الحكم الاتحادي في متابعة مخرجات الاجتماع. تركت وزارة الطاقة والتعدين إذن مهمة توزيع وتسعير ومراقبة محطات الغاز والمواد البترولية للولايات، وأشارت إلى أن التسعير متروك للولايات بحسب كلفة النقل من بورت سودان وإلى الولاية المعنية، في وقت كشفت فيه اتخاذ بعض الولايات قرارات بشأن تسعيرة الغاز. وقال وزير الطاقة والتعدين المكلف المهندس خيري عبد الرحمن إن دور وزارته ينتهي في المستودعات والتسليم للولايات التي يقع على عاتقها التوزيع والتسعير ومراقبة المحطات، وأضاف أن وزارته غير مستعدة لتحمل مسؤوليات ليست من اختصاصها، مطالبا الولايات والوالي بتحمل المسؤوليات كاملة. وفي الوقت ذاته أكد استيراد 3 بواخر تم تفريغ 2 منها، لكن تأثيرها لم يظهر في السوق بعد لوجود حالة من الندرة الشديدة في الغاز. سجل الجنيه السوداني إذن تراجعا غير مسبوق في تعاملات اليوم بالسوق الموازي، وقفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني إلى 271 جنيه، في بينما وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 72 جنيه سوداني، فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 74 جنيه واليورو 322 جنيه سوداني. في وقت سابق نفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الأنباء المتداولة بشأن زيادة قيمة الدولار الجمركي، وأكدت أن الموازنة الجديدة تمت بدون أي تغيير لقيمة الدولار الجمركي الحالية. أكد وكيل وزارة الزراعة المهندس ضوى البيت عبد الرحمن استعداد الوزارة للعمل مبكرا للموسم الزراعي المقبل، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل للقنوات الرئيسية والفرعية بالمشاريع المروية، والعمل على معالجة فك الاختناقات بصورة فورية، حرصا على تأمين مياه الري للمساحات المقترح زراعتها خلال الموسم الصيفي 2021-2022. وبحث الوكيل خلال اجتماعه اليوم بقاعة اجتماعات الوزارة مدني مع أعضاء لجنة العطاءات بالوزارة الصيغة المثلى للعطاءات المقترح طرحها على شركات الحفر والآليات لتنفيذ عدد من أعمال الري المختلفة بالمشاريع المروية 4 وترويض نهر الجاش ودلتا توكر خلال الموسم الزراعي القادم. وطالب الوكيل بضرورة تشديد بنود العقد وتطبيقها على المخالفين من أصحاب الشركات، وحذر من أن وزارته لن تتهاون في تنفيذ الإجراءات القانونية الواردة في العقد.
صادق الاجتماع الدوري للوحدات الإدارية بمحلية الفاشر على تقرير الأداء المالي للمحلية لشهر ديسمبر الماضي، وأشاد المشاركون بجهود العاملين في تحصيل الإيرادات والتي ارتفعت نسبتها خلال الشهر الماضي إلى 207% بجملة تحصيل بلغ قدرها 56 مليون و957 ألف و70 جنيه. كما ناقش الاجتماع آليات تنفيذ خطة العام 2021 والتحديات التي تواجه العمل الإيرادي وكيفية معالجتها، وأبرزها الإيفاء بحقوق العاملين وتهيئة البيئة المناسبة للعمل وتوفير المعينات اللازمة، إضافة إلى معالجة العمالة المؤقتة والصرف على الأمن. تسلم أصحاب المخابز العاملة في مجال الخبز المدعوم بمدينة الفاشر ومعسكرات النازحين الثلاثة إذن حصصهم من الدقيق المدعوم توطئة لاستئناف العمل بعد إضراب معظم المخابز خلال الأسبوع الماضي بسبب مطالبتها بزيادة حصة الدقيق وزيادة أسعار الخبز لمواكبة ارتفاع مدخلات الإنتاج. وقلل المدير التنفيذي لمحلية الفاشر بالإنابة من الإضراب الذي قال إنه كان جزئيا، مشيرا إلى أن هناك مخابز لم تتوقف عن العمل بجانب مخابز الطوارئ التي ظلت تقدم الخدمة لنزلاء السجون وطلاب جامعة الفاشر والمستشفيات والقوات النظامية. وأوضح أن المخابز التي تعمل في مجال إنتاج الخبز التجاري زنت 60 جرام بسعر 10 جنيهات للقطعة الواحدة كانت تعمل على مدار اليوم وبكفاءة عالية، مؤكدا أن التجربة أسهمت في تقليل الصفوف مقارنة بالفترة السابقة. حددت اللجنة الأمنية بالولاية الشمالية 16 من يناير وحتى 1 من شهر مارس المقبل موعدا لبدء إجراءات التخليص الجمركي للعربات غير المقننة. وأكد مدير إدارة مكافحة التهريب بالولاية الشمالية العميد شرطة حقوق حافظ التجاني أن الاجتماع ناقش حصر العربات غير المقننة والموجودة بالمحطات والحظائر الجمركية وضرورة إكمال إجراءاتها في الفترة المحددة من 1 من شهر يناير الجاري حتى 15 منه، داعيا المواطنين الذين لديهم عربات غير مقننة الإسراع بتسجيلها وتقنينها تفاديا للإجراءات القانونية. آخر أخبارنا، جددت اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير انتقاداتها لموازنة العام 2021 في وقت طالبت فيه الحكومة الانتقالية بإيجاد بدائل حقيقية لتمويلها بدلا عن الاعتماد على جيب المواطن. وصف عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير التجاني حسين خلال ندوة بالخرطوم الموازنة الحالية الصورية أنها موازنة صورية تم إعدادها من قبل أشخاص غير مؤهلين مسنودين من الخارج ويطبقون روشتة البنك الدولي. اعتبر أن الموازنة بشكلها الحالي لن تقدم أي حل للمشكلات التي يعيشها المواطن الآن، وأشار إلى أن رفع الدعم عن الوقود والكهرباء جريمة كبرى ارتكبت في حق المواطن، وأكد أن الزيادات الأخيرة في الوقود وفرت مبلغ 3 مليارات جنيه يصرف منها فقط 72 مليار للزراعة والتعليم والصحة مجتمعة، في حين المتبقي وقدره 228 مليار مضافا إليها الإيرادات التي يتحصل عليها من المصادر الأخرى من ضرائب وجمارك وغيرها توجه للصرف على مجلس السيادة والوزراء والقضاء والدعم السريع والأمن والجيش، معتبرا أن ذلك ليس من العدل في شيء. لمزيد من إلقاء الضوء حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف عضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير الأستاذ عاصم علي. أستاذ عاصم علي، أهلا ومرحبا بك. إذا الحرية والتغيير ما فتئت تنتقد موازنة 2021، ما هي أوجه القصور التي تعتري موازنة هذا العام وما يعرضها لانتقادات الحرية والتغيير وهي الحاضنة السياسية للحكومة؟ لماذا في كل مرة الحاضنة هذه ليست حاضنة سياسية بالنسبة للبعض، هذه معارضة؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله. السلام. ومرحبتين بك وبالمشاهد الكريم. حقيقة الاعتراضات على موازنة العام 2021 هي ما جاءت من فراغ، وإنما يعني الموازنة حقيقة لم تراعي بعض التفاصيل ولم تراعي حتى البعد الاجتماعي والاقتصادي اللي أدى إلى اندلاع انخفاض ديسمبر 2018
وبنفس الوقت يعني الموازنه هي ما حاولت تعالج الاختلالات الهيكليه الحاصه في الاقتصاد السوداني بشكل واضح، ولا ادت اشارات الى 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 ضروره يعني التوسع في مصادر التمويل والتفاصيل المتعلقه بتحسين الواقع الاقتصادي المعيشي للمواطن. عشان كده الموازنه جاءت بشكلها يعني ممكن نقول عليه هو يعني ما عالجت القضايا الاساسيه اللي بتهم المواطن، ولا عالجت الوضع الاقتصادي اللي بيعاني منه المواطن، بل بالعكس على النقيض من ذلك نقدر نقول انه الموازنه بشكلها الحالي حتأزم الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطن بشكل كبير جدا. وممكن نقول انه يعني هذه الموازنه يعني أسوأ من موازنه في العام 2020. لكن هنالك استاذ عاصم هنالك مغالطات حول الارقام المخصصة لبعض القطاعات، هل يلف الغموض هذه الموازنة؟ لماذا لا تعرض بأرقامها الحقيقية يعني؟ أم أن هنالك مشكلة في الأرقام من الأساس يعني؟ نعم حقيقة يعني أول حاجة الموازنة تحدثت وزارة المالية عن بعض الأرقام، أنا أعتبر أنه في الأرقام كانت غير حقيقية، لانه لما عرضت الموازنه بشكل نهائي كذبت الارقام الاوليه اللي تم عرضها. وعلى سبيل المثال تحدثت وزيره الماليه عن يعني الصرف على التعليم قدر في العام 2021 ب 137 مليار، وخصصت زي ما ذكرت السيده الوزيره 100 مليار بالنسبه للصحه، وتحدثت الوزيره بشكل واضح وحددت انه يعني خفضت الانفاق الحكومي بنسبه 24%، في حين انه لما عرضت الموازنه الارقام ما كانت كما هي، بالعكس انه يعني القطاع الامن والقطاع الشرطه والدفاع اخذ 211 مليار جنيه، وفي نفس الوقت القطاع الزراعي اخذ 11 مليار جنيه، والتعليم اللي تحدثت عنه ب 137 مليار اخذ حوالي 16 مليار جنيه. الصحة اللي تحدثت إنها أخذت 100 مليار جنيه، في الواقع أخذت 42 مليار جنيه. هذه الأرقام لو أن إحنا لاحظنا إنه هي ما نفس الأرقام اللي ذكرتها وزيرة المالية في خطابها الأول، وبالتالي الأرقام حصل فيها بعض التغييرات، وده اللي خلى إنه يعني الناس يعني تتكلم كثير عن المسألة بتاعت الأرقام بتاعت الموازنة اللي عرضت في الأول هي أرقام غير دقيقة، أو ممكن إن شئنا نقول الدقة نقول إنها والله هي غير صحيحة البتة. طيب أستاذ عصام، يعني هذه الموازنة تتجه بالكامل نحو رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية، وأيضا يلاحظ رفع الدعم عن هذه السلع أنه أمر أتى في وقت يحتاج فيه المواطن ربما لهذا الدعم، وأنت تعلم الثورة التي أتت كانت مطالبها في الأساس اقتصادية. لماذا الحكومة الانتقالية تضرب بكل هذه المطالب عرض الحائط؟ ربما هنالك من يتحدث أن الحكومة إذا كان لديها حل آخر كانت ستفعله. ما رأيكم أنتم وأنتم اللجنة الاقتصادية للحاضنة السياسية، أنتم الذين أتيتم بهذه الحكومة؟ الحديث حول رفع الدعم، وما أدراك ما رفع الدعم، حديث يعني طبعا يعني كثر الحديث حوله والناس استهلكته بالشرح وقدرته وبحثه. انا افتكر انه هو المساله بتاعت الان التغريد بتاع الاحصاء، نسبه التضخم في شهر ديسمبر بلغ 269%، لانه السياسات الان بتاعت استخدمها الحكومه الفتره الانتقاليه هي سياسات تضخميه في المقام الاول، وبالتالي سياسه تحرير الاسعار وتعويض الجنيه ورفع قيمه الدولار الجمركي والى ذلك في بلد اصلا بيعاني من ضعف الدخل الاجنبي هي حتؤدي الى مزيد من التضخم. الحديث حول رفع الدعم وما ادراك ما رفع الدعم هو حديث طبعا زي ما ذكرت لك تحدثنا فيه كثير، لكن في الاساس هي سياسه واحده من السياسات اللي ادت الى التضخم. الوقود ما عاد هو سلعه كماليه او سلعه يعني بتاعت رفاهيه بغير ما انه هو عصب الانتاج، وبالتالي لما ترفع الدعم او تحرر سعر الوقود انت تلقائيا حتزيد الرسوم والمصروفات المترتبه على الانتاج، وده بينعكس على انخفاض الانتاج. عفوا استاذ عصام، يعني عفوا استاذ عصام، انت ايضا خبير اقتصادي، يعني كيف يمكن تحرير سعر الوقود في بلد سعر الجنيه فيها ليس ثابتا، سعر الدولار عفوا ليس ثابتا يعني؟ اقتصاديا هل يمكن فعل هذا الامر؟ الحديث بالمناسبه عشان نشير للدقه هو احنا ما قاعدين نتحدث عن رفع الدعم بشكل الان قاعد يتحدث عنه الشارع السوداني، او لا قاعدين نتحدث، هو السياسه بتاع التحرير
يعني لو شفنا الدقة هو السياسة بتاع تحرير المحروقات وعلى رأسها الوقود والالوود. يعني إذا زاد الدولار الدولار تزيد معه أسعار الوقود، أليس كذلك؟ بالتأكيد بالتأكيد، هو أصلا الفكرة الأساسية هي محاولة معالجة اختلالات سعر القرش. يعني اللي بيحصل الآن هو محاولة الاختلالات الحاصلة في سعر القرش. حكومة الإنغاز لحد ما سقطت رفعت الدعم أكثر من 17 مرة. مع ذلك لأنه بنحاول نلاحق سعر القرش. الآن لو أنت طلعت صباح اليوم على صحيفة الانتباه بيتحدثوا عن أسعار جديدة للوقود. ليه حديث عن الأسعار الجديدة للوقود؟ لأنه سعر الجنيه السوداني تهاوى أمام العملات الأخرى. وبالتالي نحن كل ما الجنيه السوداني مشى في حالة بتاعت انخفاض محتاجين احنا نتحدث عن سياسة بتاعت رفع دعم مرة أخرى. وهو زي ما ذكرت لك في حديثي المسألة ما مضبوطة لرفع الدعم بالشكل المفهوم المصطلحي لرفع الدعم، وإنما هي محاولة لمعالجة اختلالات سعر القرش الحاصل الآن في البلد، وده ناتج من التدهور المريع الآن قاعد يحصل للعملة الوطنية وللجنيه السوداني على وجه الخصوص. وبالتالي المسألة في رمتها بتتطلب أول ما تتطلبه إنه يعني المحافظة على استغراق سعر القرش في المقام الأول. وبالتالي بعد ذاك الناس تتحدث عن 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 رفع الدعم او تحرير السلع الائتلافيه. انا في تقديري انه يعني المدخل الاساسي هو معالجه اختلالات سعر القرش. هل يمكن ان نصف هذه الحاله ان الحكومه الانتقاليه وتحديدا الوزارات الاقتصاديه المعنيه بحلحله هذه الامور قد قررت ألا تواجه الأسواق الموازية سواء كانت أسواق العملة أو غيرها، وأن يواجه هذه الأسواق المواطن؟ يعني هذه السلع ليس الوقود فقط، يعني ما أستطيع أن أفهمه من حديثك الذي تفضلت به أستاذ عصام أن ليس الوقود فقط، إذا زاد سعر الدولار بالتأكيد ستزيد الحكومة كل شيء. وطبعا حقيقة الدولار زيادته بتنعكس على زيادات كل السلع والخدمات حتى. ما هي المرحلة التي تريد الحكومة أن تصل إليها، المرحلة الاقتصادية التي تريد أن تصل إليها ومن بعدها تتوقف هذه السياسة؟ الحكومة حقيقة هي في تصرفات أو سياسات اقتصادية سواء كانت المالية أو النقدية حقيقة الموضوع بالنسبة لي مبهم بشكل كبير. السياسات الآن الحكومة دي يعني من بداية العام 2020 كانت بتتضخم في يناير 2020 كان 54%. الان نحن نتحدث عن نسبه التضخم بلغت 69%. وبالتالي فان السياسات الان السياسات الماليه والنقديه اللي قاعد تمارسها الحكومه على ارض الواقع هي سياسات تضخميه في المقام الاول. يا السؤال اللي بيطرح نفسه، هل هذه السياسات هي يعني ما يتطلب الواقع الاقتصادي السوداني، ولا هي مسايره لبعض الروشتات الاقليميه والدوليه ويعني على وجه الخصوص هي صندوق النقد الدولي؟ انا في تقديري الشخصي انه الواقع الاقتصادي هو محتاج لهذه السياسات بقدر ما انه محتاج الى معالجات هيكليه ومعالجات حقيقيه تنعكس بشكل واضح وصريح على معيشه المواطن. طيب لماذا هذه الحكومه لا تقوم بالاتجاه بما تفضلت ايضا بذكره عبر تنمية الإنتاج والاهتمام بالإنتاج والإنتاجية، صغار المنتجين، الزراعة، ما هو داخليا الذهب، كل شيء، الاستكشافات الجديدة في النفط، الاستثمارات، السياحة، لماذا لا تهتم بهذا الأمر وتمضي في روشتة البنك الدولي؟ لماذا؟ ما هي الأسباب؟ السؤال بالنسبة لي أنا يعني ما أقدر أقول لك، لكن أقول لك إنه يعني البرنامج الإزعافي الاقتصادي اللي قدمته هو إعلان الحرية والتغيير منذ ديسمبر 2019 هو كان كفيل بمعالجة هذه المشاكل الاقتصادية اللي تمس المواطن الآن، إلا أن حكومة الانتقال ركلت في هذا البرنامج الإزعافي ووضعته في الأزاز واشتغلت ببرنامج جايبية وهي أنا أعتقد إنه هو برنامج لمسايرة بعض الجهات الخارجية والأجنبية ليس هنا. فالبرنامج بتاع الانغاز الاقتصادي والبرنامج اللي تعافي للواقع الاقتصادي انا اعتبره انه هو برنامج يعالج كل المشاكل ويعالج كل الاختلالات الهيكليه الحاصله في الاقتصاد السوداني اليوم. الا ان الحكومه يعني بشيء في نفسها لا تريد ان تسحب بهذا الجانب على الاطلاق. طيب ما هي الخيارات امامكم اخيرا امام الحريه والتغيير؟ يعني هذه تجربة عامين، موازنة 2020، وأنا تفضلت وأنا كنت قد استضفتك من قبل للحديث عن 2020، ونحن الآن بعد عام نتحدث عن 2021 أستاذ عصام، وأيضا الحكومة ترمي بكل مقترحاتكم عرض الحائط، ما هي خياراتكم؟ الخيارات ما زالت الخيارات موجودة.
الحريه والتغيير هي الحاضنه السياسيه لهذه الحكومه، الحريه والتغيير بتتناضل من داخل مؤسسات الدوله ومن خارج مؤسسات الدوله، بحيث انه هذا البرنامج يعني يتبنى من قبل الحكومه الفتره الانتقاليه، البرنامج بتاع الحريه والتغيير ما حد يتنازل عنه على الاطلاق، نحن في كل الاعلام العام بيتحدث عن هذا البرنامج باعتبار انه هو البرنامج اللي بيشكل المخرج الاساسي للواقع السياسي. لكن الحكومه لا تريد ان تنفذه استاذ عصام. الحكومه من سينفذه؟ المواطن لن ينفذ هذا البرنامج. الحكومه بالمناسبه يعني حتجد نفسها في لحظه من المصداق ان هي امام تيار صعب، ليه؟ لان الواقع الاقتصادي كل يوم ماشي في حاله بتاع التازم، يعني يوم بعد يوم يعني بتكون مشاهد المساله دي عن قرب، مثلا بيحصل وجودك يعني في السوق وبتشتري في حياتك اليوميه، والطائره المعيشيه اللي اي زول الان حاسس انه هو يعني 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 بيعاني منها، الحكومه حتجد نفسها في يوم من الايام اذا استمرت بهذه السياسات، اذا لم تخط يعني نقطه وتتراجع عن هذه السياسات، بتلقى انها هنا في نفسها يعني في مواجهه الشعب. شكرا زي ما زي ما زي, زي ما بيقول زي بيقولوا الناس، الحكومه حتلقى نفسها مضطره انها هي يعني تلقى نفسها انها هي بتأزم الواقع الاقتصادي يوم بعد يوم، الحكومه بتلقى نفسها انها هي بتزيد معاناه شعبها كل يوم، الشعب اللي فجر الثوره، الشعب اللي جاء من اجل التغيير، الشعب اللي جاء من اجل طلع وقدم ارواحه وقدم دمه وسكب عرقه من اجل واقع اقتصادي افضل، بتلقى نفسها انها في مواجهه هذا الشعب في يوم من الايام اذا لم يعني تستجيب الى صوت العقل وترجع الى عن هذه السياسات اللي انا بشوفها هي سياسات مؤزمه للواقع الاقتصادي. الخبير الاقتصادي وعضو اللجنه الاقتصاديه بقوى الحريه والتغيير الاستاذ عصام علي، شكرا جزيلا لك. نهايه احداث السودان، الى اللقاء.